دابا كيجي مثلا واحد يقول لك سامسونج مزيانه مثلا ويربول مزيانه بوش مزيانه، ولكن الخوت راه كل ماركه تكون مزيانه في التخصص ديالها. دابا تقول لي طومسون خصنا شنو علاش طومسون شنو فاش الشركه كيكون عندها ليكسبيرتيز في حاجه ولكن ما كيكونش عندها في حوايج اخرين. هل مثلا غتقول لي ويربول في التلفازات؟ نقول لك اخويا راه كاع هذا ما يمكنش تكون ويربول مزيانه في التلفازات، واخا هي راه مزيانه مثلا في الكليماتيزور، واخا هي راه مزيانه في الثلاجات، واخا هي مثلا راه مزيانه في ماكينه الصابون. تقول لي ويربول في ماكينه الصابون نقول لك توكل على الله مزيانه، واخا تقول لي ويربول في التلفازه نقول لك لا ويربول ماشي ديال التلفازات. وهذه واحد الاستراتيجيه ماركتينغ كيخدموا بها هاد الشركات، يعني الشركه كتنجح في شي دومين كتبقى تلاح لدي دومين اخرى وكتخدم بسميتها. باقي كنعقل انا نوكيا كانوا كيصاوبوا لي ريسيبتور، نوكيا بزاف نوكيا لي ريسيبتور، نوكيا التليفون لا علاقه بالريسيبتور، ولا كتلقى نوكيا التلفازه. فاخويا ديما لا مارك تربطها بالضوء فاش بغيتي تشريها. خصني انا اللي بغيت نشري شي حاجه لداري نحاول نختار لا مارك اللي هي واعره في هذه ماركة، واعره في التلفازات غنشري، وماركة اللي هي واعره في ماكينه الصابون. راه تقول لي بوش، راه عرفتي شحال من عام بوش كتصاوب ماكينه الصابون؟ ما يمكنش تقار لي بوش يا غادي بوش راه بوش واعره، بوش راه بوش واعره، لا ما يمكنش واعره في ماكينه الصابون، ولكن التلفازه كاينين ديما اخرين.